يا أهلا أهلا، اسمي العباس بن العباس، أنا منتج فيلم الرسوم المتحركة الفارس والأميرة، وهو أول فيلم رسوم متحركة مصنوع بأيادي وفنانين عرب مصريين. نتمنى أن يكون ويعني يعجب المشاهدين، لكي نعمل أفلام أكثر من فيلم واحد، نعمل أفلام بعد فيلم الفارس والأميرة كثير. أوكي. أنا العباس بن العباس، أنا أصلا من السعودية، كنت بدرس في أمريكا وشفت تأثير الرسوم المتحركة على ابني، اسمه كان عمره 4 سنين أو 5 سنين، فقلت أروح أجيب، وأنا لسه في أمريكا بدرس، أروح أجيب لي شوية أفلام رسوم متحركة عربية من مصر وارجع. طبعا لما رحت لمصر لم أرى ولا في دقيقتين فيلم رسوم متحركة، فقررت أنا أغير تخصصي في الدراسة من الهندسة والكمبيوتر إلى الرسوم المتحركة. وثم بعد أن نهيت دراستي في الدكتوراه رجعت عملت شركة إنتاج أفلام رسوم متحركة في مصر. قعدت حوالي 7 سنين ونحن بنطور صناعة الرسوم المتحركة ونطور الكوادر الفنية هناك، وأنتجنا أفلام للتلفزيونات العربية. وبعد ذلك بعد ما حسينا أن احنا نستطيع أن نقوم بالتحدي لنعمل فيلم سينمائي رسوم متحركة، قررنا أن احنا نعمله وندور على قصة من تاريخنا. كان البحث في قصص من الأبطال اللي تصلح لجذب المشاهد، والحمد لله طلعنا محظوظين لما لقينا البطل محمد بن القاسم، هي قصة حقيقية، اللي هو فتح السند. محمد القاسم عمره 17 سنة، يعني شاب يصلح للرسوم المتحركة، في قراصنة، هذا من القصة الواقعية، راح أنقذ نساء الأسيرات، أيضا يسافر إلى بلد آخر، فمعناته في امتزاج الحضارات بحيث لا نكون يعني خاصة بالحضارة حقنا. فكان في كثير من العوامل التي جعلتنا نختار هذه القصة لأنها كانت صالحة للرسوم المتحركة. ومن ثم طبعا عملنا تصميم الشخصيات بأحسن فنانين رسوم متحركة أو رسامين لتصميم الشخصيات، عملنا كاستنج لممثل الصوت من محمد هنيدي إلى عبد الرحمن أبو زهرة إلى عبلة كامل إلى ماجد الكدواني إلى دنيا سمير غانم، هذول هم بيمثلوا في الفيلم عندنا. فكنا ناويين من البداية أن احنا ننجح مهما كانت الصعوبات، وكانت صعوبات كثيرة، فلكذا أخذنا 20 سنة. لا، هي كانت كلها مصرية الحقيقة، لأن احنا بدأت لا لأنه موجودين في مصر، لأن احنا الشركة في مصر والممثلين في مصر يعني. وأيضا بحدتها أيضا كل ما دخلت جنسيات ثانية كل ما كانت التكاليف أكثر، لأنه يعني حيصبح الفيلم أكبر من يعني ماديا يكلف أكثر. أيضا ما تنسيش أنه فيلم يعني النجوم المصريين نجوم بالنسبة للعالم العربي، معروفين في كل العالم العربي. دامك اخترتي ممثلين أو نجوم يعني معروفين بزاف في مصر، هذا يعني غيكلف بزاف، يعني ممكن تختاروا ممثلين من دول أخرى ويتقام لك أقل تكلفة وفي نفس الوقت يكون انتشار لكل الممثلين. يعني احنا مش طبعا هو مش حيكلف أقل، لأنه عشان يجي المخرج وكذا مثلا للبلد الآخر ويقعد فيها ويسافر وكذا حيكلف تقريبا نفس الشيء. ما تنسيش ان احنا عشان نسجل صوت لابد ما اما الممثل يجي لمصر او المخرج وكذا يروح لعنده، فالتكلفة حتكون قريبة من هذا. لكن هو الحقيقة احنا الفيلم الفارس والأميرة لا يمثل الفيلم الأول والأخير، الفيلم الفارس والأميرة اذا يمثل اهم شيء انه يمثل باكورة افلام عربية يعني نتعاون فيها كلنا. يعني إن شاء الله الفيلم الثاني أو الثالث أو الرابع إن شاء الله يكون في تعاون أكثر وأكبر إن شاء الله، مع يمكن في المغرب يمكن في كثير من الأماكن إن شاء الله. دامك أنت في مراكش بالضبط في الفيستيفال الدولي للفيلم، أول حاجة تكلمنا عن الحضور ديالك، والسؤال الثاني هو واش ممكن نشوفوا فنانين مغاربة يشاركوا معك؟ بالنسبة للديالوج احنا طبعا الفيلم كان بالعربي
وكان في سبتايتلز بالانجليزي والفرنساوي، انما في اللي شاهدوها الان هم من المدارس اطفال، لم نحتاج ان احنا يترجم الى اي لغه، كان بالعربيه وان شاء الله انه فاهمين اكثر. بالنسبه للتعاون القادم، انا اظن ان احنا يجب انه اولا الفنانين الرسوم المتحركه بداية أن احنا نكون معنا سي من المجموعة العربية نساعد بعض. لا زالت الصناعة الرسوم المتحركة في العالم العربي كله لا زالت ضعيفة، لا تستطيع أن تنتج لوحدها، فكل ما كنا تعاوننا كل ما زاد أملنا أن احنا ننتج أكثر ونتعاون أكثر، وأيضا نقترب من الحالة الفنية في كل بلد عربي. يعني مثلا إذا في مثلا 20 رسام رسوم متحركة هنا، ممكن احنا نتعاون خصوصا بالانترنت الآن، نعمل فيلم وكل واحد في بلده نستطيع أن نتعاون، هذا يعمل مشهد فلاني وهذا يعمل مشهد فلاني، ويكون الإخراج في مكان. ففي مجال كبير للتعاون إذا الآن مع المالتي ميديا والسوشيال يعني والإنترنت، ليس مستحيل زي زمان. لا يعني إحنا ممكن جزء كثير من الفيلم الممكن القادم نعمله في أماكن أخرى غير مصر، ويكون في وحدات إنتاجية مختلفة في العالم العربي لفيلم واحد، وهذا بيتعمل الآن في أمريكا مثلا، بيعملوا الستوري بورد والتحضير في أمريكا ثم يرسلوا إلى جنوب آسيا ليتعمل بعض أو أجزاء كبيرة منه. فهذا ممكن يكون عندنا إن شاء الله في المستقبل. ممكن تكلمنا عن الحضور ديالك في الفيستيفال؟ المهرجان مراكش مهرجان مهم ومميز، مميز عالميا ومميز عربيا، يتمنى أي عربي في هذا المجال أن يشارك فيه، يشارك فيه لتواجد ناس في الصناعة مهمين جدا من مخرجين وفنانين وكتاب، أيضا لكي يقدم نفسه لهذه المجموعة. إحنا فخورين جدا ان احنا في هذا المهرجان العظيم، وايضا نشكر مهرجان مراكش لاختيارنا لتواجد وتواجد فيلمنا في هذا المهرجان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.